لماذا خلق الله حواء ومن الذي سماها بهذا الاسم؟ جاء في عدة نصوص، منها قوله تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالإنسان بطبيعته يعيش في مجتمع يأنس به ويتبادل معه المصالح، والمعنى الاجتماعي لا يقوى إلا إذا كان هناك عامل جذاب يشد طرفا إلى طرف، ولذلك ركب الله فيهما الشهوة بميلها الشديد المعروف لا يستغني أحدهما عن الآخر. هذا أولا. وثانيا، تحقيق خلافة آدم في الأرض يحتاج إلى عدد كبير ينهض بها، ولا يستطيع فرد واحد أن يقوم بذلك. ومن أجل التكاثر كان الزواج بين آدم وحواء، وكانت عاطفة الأبوة والأمومة لرعاية هذا النسل حتى يشب ويتحمل المسؤولية بعد أبويه اللذين لم يكتب لهما ولا لغيرهما الخلود في الحياة الدنيا، كما قال سبحانه حين أهبطهما من الجنة إلى الأرض ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومن هنا كانت حكمة الله في خلق ذكر وأنثى من الحيوانات وغيرها ليكون التكاثر المطلوب. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذا. وجاء في تفسير القرطبي أن آدم عليه السلام هو أول من سمى حواء بهذا الاسم حين خلقت من ضلعه من غير أن يحس آدم بألم، ولو تألم لم يعطف رجل على امرأته. ولما انتبه من نومه قيل له من هذه التي بجوارك؟ قال امرأة. وما اسمها؟ قال حواء، وذلك لأنها من المرء أخذت ولأنها خلقت من حي. وهذا كلام ليس عليه دليل صحيح لا من القرآن ولا من السنة، ولا يهمنا معرفة ذلك، إنما المهم أن نعرف حاجة كل من الرجل والمرأة للآخر، وبقوة الرابطة المنظمة بينهما يعمر الكون. والرسالات السماوية كلها جاءت لترشدهما إلى الطريق السوي الذي كرم الله به آدم وأسجد له الملائكة، والواجب عليهما جميعا التفقه في الدين ليعرف كل حقه وواجبه. والله أعلم. وهل صحيح ما يقال إن حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها؟ يقول الله سبحانه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. تدل هذه الآية على أن الأمر موجه إلى آدم وحواء معا بدخول الجنة والتمتع بما فيها كما يشاءان، ولم يحرم عليهما إلا شجرة، ولكن شاءت إرادة الله أن يجلهما الشيطان الذي طرد من الجنة بتكبره عن السجود لآدم، وأقسم لهما إني لكما لمن الناصحين، فأكلا منها فأهبطهما الله إلى الأرض التي لم يجدوا فيها ما كان في الجنة، مما ذكره القرآن في قوله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن الآيات ذكرت أنهما أكلا من الشجرة، ولكن لم تذكر أيهما كان أسبق استجابة لوسوسة الشيطان ثم تبعه الآخر فاستجاب وأكل كما أكل. إن الأفكار القديمة تكاد تجمع على أن المرأة هي السبب
في خروج آدم من الجنة. وفي نصوص من الكتب المقدسة إشارة إلى ذلك، وفي بعض القوانين الوضعية تحذير من المرأة أيضا بناء على هذا الفكر وهذه النصوص، وكان التعامل معها قاسيا في كثير من الدول من أقدم العصور. والإسلام هو الدين الذي جاء كتابه الصحيح وهو القرآن الكريم واضعا للأمور في نصابها، مرتبا أحكاما لكل من الرجل والمرأة تتناسب مع طبيعة كل منهما والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، وبالتعاون بينهما يكون خيرهما وخير أولادهما وخير المجتمع. وبالنسبة لهذا السؤال، لا يوجد نص صريح صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حواء هي التي أغرت آدم بالأكل من الشجرة، لكن جاء في ذلك حديث موقوف عن ابن عباس بسند صحيح، أي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك خلاف بين العلماء في إعطائه حكم المرفوع، لأن هذه المسألة مما لا يقال فيه بمجرد العقل ولكن بالاستناد إلى النص. وهذا الحديث ذكره ابن حجر في كتابه المطالب العالية، قال الله تعالى لآدم: يا آدم ما حملك على أن أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: فاعتل آدم فقال: يا ربي زينته لي حواء. قال: فإني عاقبتها بألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، ودميتها في كل شهر مرتين. قال: فرنت، أي حاضت حواء عند ذلك، فقيل لها: عليك الرنة وعلى بناتك، أي الحيض. وإذا لم يثبت بطريق قطعي أن حواء هي التي أغرت آدم، فلا ينبغي أن نحملها وحدها خطيئة الخروج من الجنة، فلكل إنسان عمله ومسؤوليته عنه. وإن كنا لا نجهل كما يدل عليه الواقع أن أثر المرأة على الرجل شديد، ويؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن كان قد أوصى بهن خيرا، وقال فيما قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا شره آخر. ومع أن الحديث غير قاطع في دلالته على إغواء حواء لآدم، إلا أن القاضي عياضا قال فيه كما نقله النووي في صرحه لصحيح مسلم: ومعنى هذا الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها، ونزع العرق لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس، فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها، والله أعلم. أود أن أعرف رأي فضيلتكم في هذا الكلام الذي ذكرته الآن، وأن نعرف ما هي الشجرة التي نهي عن الأكل منها. رأيي أنه لا ينبغي أن يكون مثل هذا الكلام مبررا لظلم أو تنصل من مسؤولية. الله يقول: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ويقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ويقول: كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومع العلم بأنه لا يوجد نص في إغراء حواء لآدم بالأكل من الشجرة، لا ننسى شهادة الواقع ولا ننسى سلطان الشهوة والغريزة على السلوك، والحياة كلها معركة بين الحق والباطل، والأسلحة التي تواجه العقل والدين من أخطرها سلاح الهوى والشيطان،
ومن يحادثهما في هذا الميدان. والأمثلة كثيرة في عصرنا الحاضر وما سبقه من العصور. هذا وليس هناك تعيين لهذه الشجرة، والأقوال فيها ليس لها سند صحيح، وهذا أمر لا تهمنا معرفته. وتحكم الله لهذه الشجرة عليهما تدبير من الله لعمارة الأرض، وتقرير بمبدأ الأسباب والمسببات، وإن كان سبحانه إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وكذلك لإظهار علم الله بأنهما لن يكونا معصومين كالملائكة التي لا تصلح لعمارة الأرض، ولكن يتكيفان مع الأرض بمتقابلاتها من خير وشر. وكذلك لتكون الجنة التي يعود إليها الصالحون من ذريتهما جزاء على جهاد وكفاح، حيث تدرك للنعيم لذته فوق لذة نعيم سهل ليس فيه جهاد، كما يدل عليه إحساس كل مخلوق، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، ولماذا لم يساوي الله تعالى المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات، وبخاصة في الشهادة والميراث؟ هل هذا إنقاص من قدرها عند الله تعالى؟ روى أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. لا تدل هذه الرواية للحديث على مساواة النساء للرجال في كل شيء، فالروايات الأخرى تبين المراد من هذه المساواة، وذلك عندما سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مساواة الرجل للمرأة في بعض أحكام الطهارة بوجوب الغسل. ولكن هذا الحديث تؤيد ظاهره نصوص في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وقوله: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا ينبغي أن نسارع إلى التمسك ببعض النصوص ونترك النصوص الأخرى التي توضحها. يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تسبه بالرجال من النساء، ولا من تسبه بالنساء من الرجال. لا ينبغي أن نغفل أن هناك خصائص مميزة لكل من الجنسين بمقتضاها وزع الله التكليف عليهما، وهو تنظيم حكيم يضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وذلك مظهر من مظاهر العدل الذي قام عليه نظام الكون كله. والحكمة في عدم المساواة جاء فيها قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، حيث جعل الله هذا التكليف للرجال بأنهم مسؤولون عن النساء، معللا بأمرين: أحدهما وهبي وطبيعي، وهو ما ميز الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ووجدانية، والثاني كسبي، وهو من عمل الرجل إنفاقه على المرأة بما يناسب مع كرامتها ونشاطها، لا تتحمل هي شيئا إلزاما مهما كان عندها من الثراء. فرصيد الرجل من التكاليف أكبر، ولذلك منح من الميزات ما يتناسب
مع حجم المسؤوليات، وعلى كل جنس أو نوع أو طرف أن يخلص العمل فيما خلق له، وبتعاونهما تكون الحياة السعيدة، مع مراعاة أنه قد يكون لحجم بعض الأعمال وأثرها من طرف تقدير يتساوى مع ما يقوم به الطرف الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت يزيد بن السكن وافدة النساء اللاتي تحدثن عما يمتاز به الرجال عليهن من أعمال وثواب، قال: افهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفتي من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك، كما جاء في رواية البزار والطبراني. إن المساواة التي جاءت في بعض النصوص هي في ثلاثة أصول رئيسية: أولها أننا جميعا مخلوقون لخالق واحد هو الله سبحانه، وليس أحد الجنسين مخلوقا لله والآخر مخلوقا للشيطان كما تقول بعض الأفكار العتيقة البالية. وثانيها أننا جميعا منبثقون من أصل واحد هو آدم، أو من مادة واحدة هي التراب، وإن اختلفت الصور والأشكال كما يقول سبحانه: والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ويقول: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وثالثها أننا جميعا متساوون في تهيئة الفرص للكمال المادي والأبدي، لا يمنع أحد أن تحصيل الخير في دنياه من الطرق المشروعة للجميع مانع، ولا يمنع أحد من الترقي معنويا في المناصب المناسبة لاستعداده. وقد يكون لبعض النساء تفوق مادي أو تفوق معنوي كبير لا يصل إليه بعض الرجال، كما يقول الشاعر: لو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. يقول الله سبحانه في تهيئة هذه الفرص: كل امرئ بما كسب رهين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا وكل ميسر لما خلق له. من الأمثلة التي يتميز فيها نوع عن الآخر الميراث الذي كانت المرأة تحرم منه قبل الإسلام، فجعل الله لها النصف لأن الرجل هو الذي يتولى الإنفاق عليها ما دامت تحت رعايته، وكذلك الشهادة حيث جعل الله شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، والحكمة جاءت في قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهو أمر راجع لتكوينها وليس طعنا فيها، فذلك خلق الله الذي لا يد لها فيه. وكذلك المراكز الهامة الخطيرة التي تستدعي مواصفات وفيها مسؤوليات وأعباء كثيرة، رحم الله المرأة منها فلم يورطها فيها لتنصرف إلى مجال تعد فيه الكفايات لتحمل هذه الأعباء والمسؤوليات، وهم الأولاد الذين تنجبهم وترعاهم على المنهج السليم. والله أعلم. فضلت الشيخ عطية، هناك بعض آراء وكتابات تتهم الإسلام بأنه ظلم المرأة ومنعها من حقوق هي في حاجة إليها، وبخاصة لتواكب المدنية العصرية التي تتمتع فيها المرأة بحرية كاملة، فكيف نرد هذا الاتهام عن الإسلام؟ من الملاحظ أن كثيرا ممن يكتبون من الأجانب عن الإسلام غير فاهمين له فهما صحيحا، كما أن بعضهم يكون غير منصف فيما يكتب، وذلك لغرض من أغراض كثيرة تكشف الأيام عن بعضها.
وننبه المسلمين إلى اليقظة لما يدور حولهم من أفكار وحركات. ومن الملاحظ أيضا أنهم يحكمون على الإسلام بالصورة التي عليها بعض المجتمعات الإسلامية، أي يحكمون بالسلوك والممارسة على المبدأ ذاته، وهذا خطأ. فقد يكون المبدأ صحيحا والتطبيق خطأ، إما لعدم الفهم أو عدم الالتزام. وما جاء به الدين حق، والناس قد يلتزمون به أو لا يلتزمون. والحقيقة التي لا يشك فيها منصف أن الإسلام وضع المرأة في موضعها اللائق بها شأنه في كل ما جاء به من هداية، لأنها تنزيل من حكيم حميد، فصحح كثيرا من الأفكار الخاطئة التي كانت مأخوذة عنها في الفلسفات القديمة وفي كلام من ينتسبون إلى الأديان، ورد لها اعتبارها وكرمها غاية التكريم. ومع ذلك وضع إطارا واحتياطات تصون هذا التكريم وتمنع سوء استغلاله. والناظر في هذا الإطار وهذه الاحتياطات يجدها حكيمة كل الحكمة، لأنها من صنع الله الحكيم الذي يعلم سر مخلوقاته، مراعا فيها أن كل حرية مقيدة بما يحقق المصلحة ويدفع ضرر، وأن كل حق يقابله واجب، ضرورة أن النشاط البشري نشاط اجتماعي، بل إن الإنسان مع نفسه له حق وعليه واجب ليمكن أن يعيش في وضع كريم. ومن الخطأ أن يحاول بعض الناس إخضاع أحكام الدين لأهوائهم أو صبغها باللون الثقافي الذي عاشوا فيه، مع أن العكس هو الصحيح، فالواجب هو إخضاع الأهواء والثقافات للدين. وإذا كان بعض المسلمين في بعض العصور أو البيئات تشددوا في تطبيق الاحتياطات حتى أدى ذلك إلى حرمان المرأة من بعض حقوقها، فإن بعض المسلمين اليوم ينادون بإلغاء هذه الاحتياطات حتى تنطلق المرأة بفكرها وسلوكها وتتساوى مع الرجل أو تنافسه في كل ميدان. وهؤلاء وهؤلاء مخطئون، والنصوص كثيرة في التوسط والاعتدال والموازنة بين الحقوق والواجبات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب. والواجب على من يكتب عن الإسلام أو غيره أن يقرأ ويفهم كل شيء عنه ليستطيع أن يصل إلى حكم صحيح أو قريب من الصحة، والله أعلم. ذكر القرآن الكريم النساء القواعد، فمن هن؟ وهل يمكن أن نطلق عليهن من بلغن سن اليأس؟ وهل يوجد سن لليأس في الإسلام؟ الإسلام يجب على المرأة أن تستر كل جسمها عن الأجانب بما لا يصف ولا يكف، مع آراء في كشف الوجه والكفين عند عدم الفتنة، وكل ذلك في الشابة أو غير المتقدمة في السن. أما العجوز فقد جاء فيها قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والقواعد جمع قاعد، وهي العجوز التي قعدت عن التصرف من أجل كبر السن، وقعدت عن الولد والعادة السهرية كما قال أكثر العلماء. وقال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها. ومعنى وضع الثياب خلعها، والمراد أن العجوز لا حرج عليها في أن تتخفف من بعض ثيابها الكثيفة التي كانت معتادة عند الخروج بزيادة التصون والستر،
بمعنى أنه يجوز لها أن تخلع خمارها الذي يستر رأسها، أولا لثقله عليها وهي المسنة، وثانيا لأن سيب شعرها لا يفتن من يقع نظره عليه، وبخاصة أنها في الغالب ملازمة للبيت لا تخرج منه لغير ضرورة. وقد يدخل رجل أجنبي فلا عليها أن يرى بعض شعرها، ومع ذلك فالاستعفاف بدوام الستر أفضل، وكل هذا بشرط ألا يكون هناك تبرج وظهور بالزينة المغرية كوضع أصباغ وغيرها من أجل لفت الأنظار إليها على الرغم من كبر سنها، فإن ذلك حرام بسبب سوء القصد. ومع ذلك فقد قال بعض العلماء إن العزيز كالشابة في وجوب الستر الكامل، ومعنى وضع ثيابها هو خلع الجلباب أو العباءة التي فوق غطاء الرأس للتخفيف مع بقاء الرأس مستورا، ومهما يكن من شيء فليكن هناك حساب للفتنة وحساب للقصد والنية وأثر التطور والظروف في ذلك. وأما اليأس فمعناه اليأس من المحيض، كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واليأس من المحيض يأتي عند كبر السن، ولكن عند أي سن معينة الغالب أنه بعد سن 50، وقد يتقدم وقد يتأخر، والله أعلم. سيدة تقول أنا أرملة ورزقني الله بعمل يغنيني عن الناس أنا وأولادي، لكن في هذا العمل اختلاط بين الرجال والنساء، وخاصة أن النساء غير ملتزمات وملابسهن لا تراعي الأدب والخلق، وأصبحت أتضايق من هذا العمل ولا يوجد لي دخل غيره، فماذا أفعل؟ العمل بأية مؤسسة فيها رجال ونساء مثل المشي في الطرقات وارتياد الأسواق والاجتماعات العامة، وعلى كل جنس أن يلتزم بالآداب الموضوعة في الشريعة التي من أهمها ما جاء في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقوله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وما جاء في السنة النبوية من عدم الخلوة المريبة والملامسة المثيرة والكلام الخاضع والعطر النفاذ والتزاحم إلى غير ذلك من الآداب. ومع حفاظ كل جنس على الآداب المطلوبة عليه أن يوجه من يخالفها من منطلق قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وذلك بأسلوب حكيم يرجى منه الامتثال، أو على الأقل تبرأ به ذمته من وجوب الوعظ على كل حال، كما قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولا يجوز السكوت على مخالفة الآداب اعتمادا على قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فالاهتداء لا يكون إلا بعد القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في نصوص أخرى، وإن لم ينتج النصح ثمرة وجب الإنكار بالقلب، وهو يظهر في معاملة المخالفين معاملة تشعرهم بعدم الرضا عنهم فقد يفكرون في تعديل سلوكهم. ومن العسير أن يترك الإنسان العمل في مثل هذا المجال المختلط
فالمجالات كلها أو أكثرها فيها هذا الاختلاط، سواء على المستوى المحلي أو العالمي. فعلى من يلجأ إلى هذا العمل أن يلتزم بالآداب مع القيام بواجب النصح في الحكمة والموعظة الحسنة. والله أعلم. إحدى البنات تقول: أنا فتاة ملتزمة بالحجاب وأعمل سكرتيرة لرجال الأعمال، وأحيانا نجلس سويا لمراجعة الأعمال عدة ساعات، فما رأي الدين في ذلك؟ ليكن معلوما أن الحجاب الشرعي ليس قاصرا على تغطية الجسم بما يمنع رؤيته للأجنبي، بل إن من مقوماته التي تتعاون كلها على منع الفتنة وصيانة المجتمع من الفساد، إن من مقوماته عدم خلوة المرأة برجل أجنبي عنها، فالأحاديث كثيرة في النهي عنها لخطورتها، ومنها ما رواه البخاري ومسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، وما رواه الطبراني: إياك والخلوة بالنساء، فوالذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما. إن الغريزة الجنسية تتحين أية فرصة للاستجابة لرغبتها، ومن أجل ذلك حرم الإسلام النظر واللمس والخضوع بالقول والخلوة. أخرج أبو داود والنسائي أن رجلا من الأنصار مرض حتى صار جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية تعوده وحدها فهش لها ووقع عليها، فدخل عليه رجال من قومه يعودونه فأخبرهم بما حصل منه وطلب الاستفتاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لرسول الله: ما رأينا بأحد من الضر مثل ما الذي هو به، ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلدة على عظم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه بضربه 100 شمراخ ضربة واحدة. إن فرص الخلوة بين الجنسين كثيرة في هذه الأيام، فقد تكون في البيوت والفنادق والمكاتب ودواوين القطارات المغلقة والسيارات الخاصة والمصاعد الكهربائية، حتى في الأماكن الخلوية البعيدة عن الأنظار. إن مجرد الخلوة حرام حتى لو لم يكن معها سفور أو كلام مثير، وتتحقق الخلوة باجتماع رجل وامرأة فقط، أو باجتماع امرأة برجلين، أو باجتماع امرأتين مع رجل على بعض الأقوال. فإن كان الاجتماع رباعيا أو أكثر، فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إن تساوى العدد في الطرفين. وإن كانت امرأة مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة. هكذا حقق الفقهاء. والخلوة لا تجوز إلا للضرورة، وليس من الضرورة كسب العيش بالعمل الذي يستلزمها ولو في بعض الأحيان، كما أنه ليس من الضرورة خلوة المدرس الخصوصي بالمتعلمة، فقد يكون الشيطان أقوى سلطانا على النفس من العلم. ومن مأثور السلف قول عمر بن عبد العزيز: لا تخلون بامرأة وإن علمتها سورة من القرآن. وليس من الضرورة خلوة المخدومة بخادمها أو المخدوم بخادمته، فكم من مآت ارتكبت بسبب ذلك. وليس هؤلاء الخدم مملوكين ملك اليمين حتى يكون لهم مع سادتهم وضع خاص، بل هم أجانب تجري عليهم كل أحكام سائر الناس.
وفي حكم الخلوة للخدم سائقو السيارات الخاصة، المترددون على النساء كثيرا في البيوت دون أن يكون هناك من يخشى معهم سوء هذا. ولا يعتبر من الخلوة المحرمة وجود الطالبات مع الطلبة في أماكن الدراسة، كما لا تتحقق الخلوة في الشوارع والمحال التجارية والمواصلات التي تغص بالرجال والنساء، وإنما المطلوب هو الحشمة في الملابس والأدب في الكلام وعدم الاحتكاك بين الطرفين وبخاصة في الزحام. وحديث الطبراني يقول: لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له. وحديثه أيضا: أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وحديث البيهقي: إذا استقبلتك المرأتان فلا تمر بينهما، خذ يمنة أو يسرة هذا. والرحلات المختلطة إذا أمنت فيها الفتنة وكانت تحت رقابة مؤمنة يقظة وكانت النساء ملتزمة بالآداب الشرعية في الستر والجدية والعفاف لا بأس بها وإلا حرمت. والأولى أن تكون الرحلات لنوع واحد اطمئنانا للقلب وصيانة للشرف ومنعا للتهم والظنون. والله أعلم. وهذا شاب يقول: جاء تعييني في الحكومة وأنا شاب ملتزم، وفوجئت أن كل رؤسائي نساء، هل أستمر في هذا العمل رغم ما يوجد في نفسي من ضيق؟ لأن الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء. وهل حدث مثل هذا أيام الرسول أو الخلفاء؟ رئاسة المرأة للرجل في أي عمل لا تكون ممنوعة إلا في الرئاسة أو الولاية العامة التي جاء فيها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وذلك أمر اتفق عليه العلماء لخطورة هذه الولاية وحاجتها إلى مواصفات عالية في من يتولاها. وبدون نقاش الرجال أقدر من النساء في هذا المجال، وليس هذا تحيزا أو تعصبا، فالحياة أساسها التعاون، ولا يتم الخير إلا بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وآية الرجال قوامون على النساء تفيد معنى المسؤولية الواجبة على الرجال نحو النساء إن كن بنات أو زوجات بالذات، فذلك لوجوب الإنفاق والرعاية. ومؤهلات هذه المنزلة مذكورة في الآية نفسها: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والواجب هو الاعتراف بالواقع الفعلي الذي خلق الله عليه الرجل والمرأة وبالنصوص المؤكدة بذلك. ومهما أعطي من معنى كقوله تعالى: الرجال قوامون، بأنها رئاسة أو غيرها، فإن المرأة لا تمنع منها إلا في الولاية العامة، وبشرط أن تكون محافظة على جميع الآداب الشرعية عند خروجها لأي عمل من الأعمال حفاظا عليها وعلى غيرها مما لا يمكن تجاهله. والرئاسة في الأعمال الأخرى مدارها على الكفاية والخبرة والأمانة التي لاحظها سيدنا يوسف في قوله: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأشارت بها بنت شعيب عليه لاستئذار موسى: إن خير من استأذرت القوي الأمين. لم يكن هناك في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة كانت رئيسة على جماعة من الرجال.
والنصوص في شرط الكفاءة في مزاولة أي عمل كثيرة، يستوي في ذلك الرجل والمرأة، وفي الحديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، بعض النساء يصلين بملابس ضيقة لاصقة على أجسادهن توضح أعضاء الجسم، هل هذه الملابس تعتبر ساترة لجسد المرأة وتصلح للخروج رغم لبس بعض النساء للحجاب؟ الشرط في ملابس المرأة التي تسترها وتمنع الفتنة بها ألا تصف وألا تشف، يعني ألا تكون ضيقة تصف أجزاء الجسم وتبرز المفاتن، وألا تكون رقيقة شفافة لا تمنع رؤية لون البشرة. ومن النصوص التي تنهى عن لبس ما يصف جسم المرأة ما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى أسامة بن زيد قبطية كثيفة وأعطاها لامرأته، فقال له مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. والقبطية لباس من صنع مصر يلتصق بالجسم، والغلالة شعار يلبس تحت الثوب. وأخرج أبو داود نحوه عن دحية الكلبي. وفي رواية للبيهقي أن عمر رضي الله عنه لما أعطى الناس الثياب القباطي نهى عن لبس النساء لها، لأنها إن لم تشف فإنها تصف. وأخرج ابن سعد بسند صحيح أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ردت ثوبا أهدي إليها من ثياب مرو، وقيل لها إنه لا يصف، فقالت لكنه يصف. وبهذا يعلم أن ثياب المرأة حتى لو لم تكن رقيقة شفافة وحتى لو كانت سابغة تغطي كل جسمها حتى القدمين، لو كانت محددة بأجزاء جسمها ضيقة تبرز مفاتنها فهي محرمة، لأنها لا تحقق الحكمة من مشروعية الحجاب وهي عدم الفتنة. وأحذر من الاغترار بالإعلانات عن الأزياء الخاصة بالمحجبات، فإن فيها لمسة فتنة لا تخفى على أي إنسان، والعبرة في التنفيذ ليس بالشكل ولكن بتحقيق الهدف منه. أما الصلاة بالملابس اللاصقة فهي جائزة ما لم يكن هناك رجل أجنبي يطلع عليها، والله أعلم. هل يجوز أن توافق الزوجة زوجها بخلع الحجاب لأنه يرغب في ذلك؟ وهل يجوز أن تسمع البنت كلام أمها أو أبيها بعدم لبس الحجاب حتى تتزوج؟ حجاب المرأة مفروض بالكتاب والسنة، وإذا كان الله ورسوله قد أمر به فلا يتوقف التنفيذ على إذن أحد من البشر. والزوج الذي يأمر زوجته بخلعه عاص لأنه يأمرها بمعصية، كقوله لها لا تصلي ولا تصوم، وذلك إثم عظيم لأنه يأمر بالمنكر، وبالتالي يحرم على الزوجة أن تطيعه في ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة الزوجة لزوجها هي في المقصود الأصل من الزواج، وهو المتعة ورعاية البيت والاستقرار فيه، ولا سلطان عليها فيما عدا ذلك من الأمور العامة التي يشترك فيها الرجال والنساء، فالله هو الذي يأمر وينهى. ولا يقال إنها مكرهة على ذلك فتعفى من المسؤولية، فغاية عصيانه أنه سيطلقها، ورزقها ليس عليه بل على الله سبحانه.
وسيهيئ لها من يرعاها ويحميها في غير هذا البيت الذي تنتهك فيه حرمات الله، ولا خوف على أولادها منه، فهو المتكفل بالإنفاق عليهم وعلى أمهم الحاضنة لهم. ولتعلم الزوجة أنها لو أطاعته في خلع الحجاب وهو عنوان الشرف والعفاف فسيسهل عليها طاعته فيما هو أخطر من ذلك، لأن مثل هذا الزوج لا غيرة عنده ولا كرامة، وستدره المدنية إلى تجاوز حدود الدين حتى لا يعاب بالرجعية إن لم تكن زوجته مجارية للعرف الحديث بما فيه من أمور يأباها الدين. وكذلك الحكم بين البنت وأمها أو أبيها، فليتق الله أمثال هؤلاء وليحمدوا ربهم أن أعطاهم زوجات وبنات عفيفات محافظات على شرفهن وعلى شرفهم، ولا يستهينوا بالسفور زاعمين أنه شيء بسيط، فإن معظم النار من مستصغر الشرر. والله أعلم. وبنت الشيخ عطية، هناك بعض أفكار تنادي بحرمان المرأة من مزاولة أي عمل خارج البيت، فما حكم الدين في ذلك؟ وهل عملها في البيت يوازي في ثوابه وأثره عمل الرجل؟ إن العمل حق لكل إنسان رجلا كان أو امرأة، بل هو واجب لأنه وسيلة العيش وبقاء الحياة وتحقيق الخلافة في الأرض، ومجالاته كثيرة في الحقل والمصنع والمتجر والبيت في البر والبحر والجو. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولكل من الرجل والمرأة أن يعمل في المجال الذي يناسب استعداده، والعمل يستقيم دائما إذا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، حتى في الجنس الواحد ليس كل رجل صالحا لكل عمل في محيط الرجال، وليست كل امرأة صالحة لكل عمل في محيط النساء، فكل واحد من الجنسين محتاج إلى الآخر لا يستغني عنه، وإنما الحكمة هي في التنسيق والتنظيم. وإذا كان العمل متاحا للرجل والمرأة فالجزاء مع العمل المشروع دائما يكون متناسبا مع حجمه، وذلك هو مقتضى العدل، لا فرق بين كون العامل رجلا أو امرأة. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أبيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وباب التنافس في العمل مفتوح لكل من الرجل والمرأة. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا، وقال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن جهة عملها في البيت جاء في حديث رواه الطبراني والبزار أن أسماء بنت يزيد بن السكن وافدة النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سألته مثل هذا السؤال، فقال لها: ما معناه؟ إن حسن تبعل المرأة لزوجها وقيامها بواجبه نحوه يعدل ما يقوم به الرجل من جهاد وغيره. وإذا كان الشاعر المصري يقول: في بيتهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق، فإن للمرأة أن تزاول عملا آخر خارج البيت تمليه عليها الظروف الخاصة أو العامة، ويتأكد هذا العمل إذا كانت هي محتاجة إليه أو كان العمل محتاجا إليها كنوع من التخصص لا يجيده إلا هي. والله أعلم. وهل توجد قيود أو تحفظات لخروج المرأة من بيتها لمزاولة نشاط مشروع
نعم هناك شروط وتحفظات لذلك مراعا فيها نتيجة هذا العمل وأهميته، ومراعا فيها حماية حقوق المرأة وكرامتها أن تمس بسوء حتى لا تكون هناك نتيجة عكسية عليها وعلى الأسرة والمجتمع. فمن هذه الشروط والتحفظات لخروجها للعمل ألا تقصر في الواجب الأساسي الذي يناسب طبيعتها واستعدادها، وهو المنزل الذي يوفر السكن والمودة ويربي النشء ويعده لاستمرار الحياة الاجتماعية والإنسانية، وذلك مرهون بإذن الزوج لها إن كانت متزوجة. ومن التحفظات أيضا التزامها بكل الآداب الخاصة بالعلاقة بين الجنسين حتى لا يكون هناك انحراف عن الخط المستقيم، وحتى لا تضيع الفائدة المقصودة من مزاولة هذا النشاط. إن التقصير في هذه التحفظات هو الذي أثار الجدل والنقاش حول عودة المرأة العاملة إلى بيتها، فلا بد من الموازنة بين الكسب والخسارة، وذلك شأن التاجر الواعي البعيد النظر، والله أعلم. وهل كانت المرأة في العهود السابقة تخرج للعمل؟ وما معنى قوله تعالى وقرن في بيوتكن؟ نعم، كان النساء في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يباشرن أعمالا خارج البيت كطلب العلم وكسب العيش والدفاع عن الوطن إذا هاجمه العدو ومداواة الجرحى وعلاج المرضى، ولم ينكر عليها ذلك. وقد صح في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن، والحوائج عامة غير مخصوصة بعمل معين. وروى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير تحمل على رأسها النوى لتعرف به الناضح أي الجمل أو الفرج، فلم ينكر عليها بل دعاها إلى الركوب خلفه شفقة عليها، ولم تترك هذا العمل في مساعدة زوجها حتى أرسل إليها أبوها بجارية كفتها بعض الأعمال. ومعلوم في الشرائع القديمة التي هي شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يمنعه أن بنتي الشيخ الكبير الذي يرجح أنه شعيب عليه السلام خرجتا لسقي الغنم والرعي، واعتذرتا لموسى في عدم مزاحمة الرجال على البئر فقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني لولا كبره ما اضطررنا إلى الرعي والسقي. إن بعض الناس يستغل قوله تعالى للنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكن، فيستدل به على تحريم خروج المرأة للعمل. إن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بدليل إذنه لغيرهن بالخروج، وفي الوقت نفسه لا حاجة تدعوهن للخروج. وأود أن نفهم نصوص الدين قبل الحكم على عمل المرأة حتى لا نحمل الدين ما لا يتناسب معه، وألا نؤول نصوصه لمجاراة العصر المملوء بالسلبيات، والله أعلم. قبلت الشيخ عطية، وإذا قتلت المرأة هل تكون ديتها كدية الرجل أو تكون على النصف مثل الميراث؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن دية المرأة إذا قتلت تكون على النصف من دية الرجل، وقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، ولم ينقل أنه أنكر عليهم فيكون إجماعا، وذلك قياسا على نصيبها في الميراث
وعلى شهادتها فهي على النصف من نصيب الرجل وشهادته، وليس في ذلك نص صريح في القرآن والسنة الصحيحة، والله أعلم. هناك قول يفيد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بل يدفع الدية فقط، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، ونقل عن الحسن البصري أن الرجل لا يقتل بالأنثى، وهو قول شاذ مردود، لأن كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول جاء فيه أن الذكر يقتل بالأنثى ولا تجب الدية إلا عند العفو عن القصاص، والله أعلم. يقال إن السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم ترى وجوب الفصل بين الرجل والمرأة، فهل هذا صحيح؟ روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن علي رضي الله عنه سيتزوج على ابنته فاطمة لم يوافق على ذلك، وقال فاطمة بضعة مني يريبني أو يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وروى البزار والدارقطني من حديث علي رضي الله عنه أنه قال كنت ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء خير للمرأة، فسكتنا جميعا، ولما رجعت سألت فاطمة فقالت ألا ترى رجلا ولا يراها رجل، ثم أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من علمك هذا، فقلت فاطمة، قال إنها بضعة مني. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سألها ذلك، ولما أجابت ضمها إليه وقال ذرية بعضها من بعض. يقول العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للإمام الغزالي إن سنده ضعيف، فالحديث وإن كان معناه صحيحا إلى حد كبير إلا أن نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نسبة ضعيفة السند، وليس كل معنى مقبول يلزم أن يكون صادرا عمن نسب إليه. فأما كون فاطمة بضعة أو بضعة من أبيها عليه الصلاة والسلام فذلك صحيح لا شك فيه، وأما كون هذا الرأي وهو عدم اختلاط الرجال بالنساء إلا في أضيق الحدود مقبولا فإن الواقع يشهد له، والأدلة في القرآن والسنة بعمومها تؤيده، وإن كانت نسبته إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها هذه النسبة غير مجزوم بها. هذا وما جاء في بعض الكتب المطبوعة حديثا من أن هذا الحديث صححه الترمذي وابن حبان وأخرجه الأربعة لا يطابق الواقع بعد البحث والتحري، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، هل يصح كشف عورة المرأة المسلمة أمام امرأة غير مسلمة؟ إذا كان الإسلام قد أباح التعامل مع غير المسلمين بمثل قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فإن لهذا التعامل حدودا لا يجوز الخروج عليها، ومن ذلك تحديد العورة التي لا يجوز كشفها من المرأة المسلمة أمام امرأة غير مسلمة مهما كانت العلاقة بينهما، فهي معها كالرجل الأجنبي. يقول القرطبي في تفسيره لا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها أمام امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن،
وكان ابن جريج وعبادة ابن نسي وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها، ويتأولون أو نسائهن يعني المسلمات. وقال عبادة بن نسي كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة وهو ما يعرى منها وينكشف. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وفي هذه المسألة خلاف، فإن كانت الكافرة آمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها، وأما غيرها فلا، لانقطاع الولاية بين أهل الكتاب وأهل الكفر لما ذكرنا، والله أعلم.